يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الثالث، الدرس الرابع، الحركات. فننتبه للأداء الصحيح، ننتبه للأداء الصحيح. الحركة لا تتجاوز المخرج، لا تتجاوز المخرج. نيجي بعد الحاء الغين. طبعا وانت بتتدربي حاولي تطلعي المفخم مفخم والمرقق مرقق. غين غ غين، تمام. غين فتحة غ، غين كسرة غي غغي، غين ضمة غو غغي غو غغي غو. الخاء خاء برضو مفخمة، خاء خاء فتحة خ، خاء كسرة خي خاخي، خا ضم خو خاخي خو. وباقي الحروف بنفس الطريقة. شين شين، لاحظتوا الأداء؟ الأداء إنك أنت بتهجي بتهجي بهدوء، لكن اللفظة الأخيرة سريعة، اللي هي المتحركة سريعة. شين فتحة، شين فتحة، شين فتحة فتحة. انتبهوا، شين فتحة ش، شين كسرة شي، شين ضمة شو، شاشي شو، شاشي شو، وليس شاشي شو. وهكذا، وهلم جرة عند الضاد، نقولكم ضاد، طبعا حطيت بقيها ضاد. حتقولي ضاد فتحة، ضاد فتحة، مش لازم تقولي ضاد. هنا الأداء مش لازم تقولي د، لأنك بدك تجيبيها في وسط الكلام، بتكون القلقلة خفيفة. يعني ما تفكروش إنه الأداء لما يقولوا لكم الأداء الأداء، انتبهي لهذه الأشياء لأنها بتساعدك في تلاوة القرآن. نقول با، ضاد فتحة ض، ضاد فتحة ض، ضاد كسرة ضي، ضاضي، ضاد ضمة ضو، ضاضي ضو، ضو ضو. انتبهوا، مش دو ضو، اللسان من الخلف. ضا ضو ضي، هذه مد. ضاضي ضو، هذه ايش؟ بالفتحة والكسرة بالضمة. فتنتبهوا تقولي ضا، لا ضا يعني معناته ممدودة، صار فيها مد طبيعي. ضاضي ضو، ضاضي ضو. والاستخدام الكسر من الداخل، مش لازم ضي ضي، مش لازم هذه الحركة. ضي 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 ضي، بو ضاضي بو، ضاضي ضو، تمام. وهكذا كل الحروف. طيب تسمعوها من الشيوخ الموجودين إذا بتحبوا، بس انتبهوا لهذا الأداء اللي أنا حكيت لك إياه، ما يتجاوز المخرج. طيب عندك الحروف المنونة. الحروف المنونة هنا الحروف في حال الفتحة والكسرة والضمة ما بتعطيني معنى، ما بتعطيني معنى أبدا. حرف مفتوح، حرف مكسور، حرف مضموم، هنا ممكن يعطيني معنى مع التنوين، يعني تكون كلمة كاملة واضحة معروفة إلها معنى عندي في ذهني. ننتبه الأداء طبعا. أول حاجة هنقول مثلا الميم، هنقول ميم، الأداء ميم. الاسم هنقوله زي ما تعلمناه في الدرس الأول، ميم، بعدين فتحتين فتحتين فتحتين، بنمدها شوي، فتحتين، بعدين ايش؟ فتحتين من، فتحتين من، حنجيب نون بدل فتحتين، حنجيب نون بكسرتين، حنجيب نون عادية واضحة، نون مظهرة، تمام. هذه هي معنات الفتحتين. ايش معنات فتحة فتحتين وكسرتين ضمتين؟ يعني فتحة ونون، كسرة ونون، ضمة ونون. لو بدهم يكتبوا لنا في القرآن نون 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 نون، فتحتين فتحة
القرآن تلاقيه نون 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 في الحركات صعبة. فقالوا نشيل النون ونحط مكانها فتحة، نشيل النون ونحط مكانها كسرة، ونشيل النون ونحط مكانها ضمة، وبالتالي بصير عنا واضحة وسهلة في الكتاب. لكن لفظا نون، لفظا نون ساكنة، فهنا ميم فتحتين من، ميم كسرتين من، من اكسر الميم، ميم ضمتين من. هنا لازم تحركي فكك وتجيبي النون واضحة وحتعطيني معنى من، من هذا؟ من هذا؟ من فلان مثلا، من من علي، إلها معنى، إلها معنى. تمام. من، 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 في حركة فك. هذا اللي حنقرأه في القرآن بهالأسلوب هذا. مي حنكسر المين، مش من، ما، ما، من، 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 من. أعيد، هنجيب باء، الباء، باء فتحتين بن، وفي فتحتين، هذه فتحة، فتحة، فتحة بسرعة، هنا فتحتين عشان في زمن زيادة. باء فتحتين بن، باء كسرتين بن، 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 بهدوء. كل التهجاية هنا بهدوء، حتى في اللفظة الأخيرة بدك تكوني هادئة على مهلك. بن، 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 با، ضمتين، بن، 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 بن. الله الواحد نفسه بكاسة ايش، شاي مرتب، قهوة مرتب. طيب ناخذ حرف مفخم، ضا، 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 اطبقي ضا، ضا فتحتين ظن، ضا كسرتين ظن، 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 ضا ضمتين ظن، 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 ظن. ورجوع للساكن في النون، رجوع للساكن في النون، ما اقولش ظن، ظن، وظني عامله هيك، لا، ظن، 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 ظن. انتبهوا للرجوع للساكن. الطاء مثلا، طاء فتحتين طن، طاء كسرتين طن، 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 طا ضمتين، طا ضمتين، طن، 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 طن. واضح، واضح. جيم، جيم، مش هنقول جاء، جيم فتحتين جن، جيم كسرتين جن، 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 جيم ضمتين جن، 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 بهدوء والرجوع إلى الساكن. تنتبه خصوصا لما تضمي شفايفك، ارجع إلى الساكن. قاف فتحتين قن، قاف فتحتين كسرتين قن، 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 قاف ضمتين قن، 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 قن،
لازم حركة الفك تنتبهوا في هذا الدرس. طبعاً تدريبات على الحركات والتنوين هذه مهمة جداً، مهمة جداً تتدربي عليهم كلياتهم، تسمعيهم وتحاولي تطبقيهم تطبيق صحيح، اللي هو الدرس السادس. نقول أبداً. طبعاً هيكون الهجاء بهدوء واللفظة حسب ما تعلمتيها. فهنا همزة فتحة، همزة فتحة، با فتحة، با، أبا، أبا، تقول أبا، لا أبا، دال فتحتين، دن، أبدا، 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 لا أبا، لا أبدا، بسرعة اللي هو الدن، بس اللي هي إيش بطيئة تأخذ زمنها، لكن الهمزة والفتحة، الهمزة والباء بسرعة، أبا، أبا، أبدا. طيب بررة مثلا، با فتحة، با، را فتحة، را، برا، برا، مش برا، 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 را فتحة، را، برا، را، برا، را، مش برا، را، برا، انتبهوا للباء، الخطأ هنا، برا، را، برا، را، تا كسرتين، تين، برا، را، تين، برا، را، تين، برا، را، تين، سفرة. سين فتحة، س، فا فتحة، ف، سين فتحة، س، فا فتحة، ف، سفا، مش سافا، سافا، لا سفا، سفا، را فتحة، را، سفرا، سفرا، تا كسرتين، تين، سفرتين، سفرتين، سفرتين. جيب حاجة فيها تفخيم، طبقين، طا 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 فتحة، طا، با فتحة، با، طب، طب، قاف كسرتين، قن، طبقين، طبقين، طبقين. قسم، عندنا ناخذ القاف، قاف فتحة، ق، سين فتحة، س، قس، قس، ميم ضمتين، من، من، قسم، 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 لا قسم، قسم، همزة، 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 هدى، هدى، وجد، 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 لا وجد، وجد، هذا هو، تنتبهوا له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اطلعوا من التمطيط في الحركة رجاء، لأن احنا تعلمنا غلط في البداية فلصقت فينا هالشغلة هذه. كان يسم الحرف العادي المفتوح با فتحة، با، با، هيك كانوا يعلمونا. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.